شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد السيد الرئيس أن الدولة لن تتخلى عن أسر الشهداء ولن تنسى تضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل مستقبل أفضل لمصر. الأمور الحمد لله رب العالمين اتحسنت كتير قوي، وبفضل الله سبحانه وتعالى كل التهديدات والإرهاب بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبناء مصر من الشرطة ومن الجيش ومن كل قطاعات الدولة، الحمد لله احنا في مكان كويس قوي ولسه. طيب، مطلوب مننا اكتر من كده؟ مطلوب مننا احنا نعمل اكتر من كده كمصريين عشان نقدم احنا من جانبنا الوفاء لهذه الدماء اكتر من كده. فمرة تانية كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير ليكم لأرواح شهدائنا والمصابين والأسرهم، وربنا سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء فيهم، واحنا لن ننساكم أبدا، لن ننساكم أبدا إن شاء الله.